في البداية كيف تقيم الوضع الإنساني في القطاع؟ طبعا الوضع الانساني على مدار شهر هو زي ما حضراتكم قلتوا، هو يعني اكثر من كارثي. وصلنا لمرحله، ودي كل التقارير اكدت بشكل كبير جدا، ان احنا في مصدر جماعيه في غزه الحقيقه، وفي اكبر حاله نزوح داخلي داخل القطاع. وده طبعا بتوثيق من منظمات المجتمع المدني الفلسطينيه والمصريه والعربيه. واعتقد انه الجانب المصري يعني بيتحرك بشكل كبير جدا لاستخدام هذه التقارير لإدانة الجانب الاسرائيلي، وده طبعا بياخدنا لبيان صادر عن ال 71 جلسه. ده التاكيد على قيمه واهميه الدور المصري للضغط على الجانب الاسرائيلي المدعوم من الولايات المتحده الامريكيه. بيتزامن كمان مع تحركات حقوقيه هامه، منها زياره المدعي العام للجنائيات الدوليه لويس وين اوكمبو لمعبر رفح، وايضا مؤخرا زيارة المفاوض السامي لحقوق الإنسان واجتماع بوزير الخارجية والمنظمات الحقوقية المحلية. طبعا كل ده يا أستاذ محمد بيقدم مجهودات الدولة المصرية، والتي شملت على عدة جوانب من بداية الأزمة. طبعا الجانب السياسي والجانب الإنساني والجانب الحقوقي. والهدف واضح، وضع الغرب تحت ضغط للوصول إلى إنهاء الأزمة، وده محتاج قرار سياسي طبعا، وهو وقف إطلاق النار. وزي ما بتقول الدبلوماسيه المصريه بدات الكلام ده من اليوم الاول، وظهر في مؤتمر السلام اللي حضره اكثر من 30 دوله. الحقيقه اللي نجحت القاهره في هذا التوقيت بعد 4 ساعات من بدايه المؤتمر في فتح المعبر بشكل جزئي لادخال المساعدات الانسانيه. طبعا على المستوى الحقوقي، تحركات البعثه المصريه في المجلس الدولي لحقوق الانسان قويه جدا، وبرده كانت بدايتها مع بدايه العدوان. وان تقدر الدوله المصريه تحشد 71 دولة من أعضاء المجلس الدولي، ده نجاح من وجهة نظري يضاف للدبلوماسية المصرية، وضغط جديد على المجتمع الدولي. دائما بنقول إن الحرب ليست فقط في الميدان، الحرب هي حرب إعلامية، حرب بكل تأكيد، وهي أحد أهم القوى الناعمة. الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي الحقيقة استخدم الأدوات الإعلامية في البداية لتصوير ما يحدث على أنه دفاع عن النفس ضد جماعة إرهابية، وللأسف الشديد نجحوا في البدايه في تصدير هذه الصوره الى المواطن الغربي سواء الاوروبي او الامريكي. لكن مع التحركات المصريه على مدار الساعه قدرت من خلال التقارير الحقوقيه المرفقه من المنظمات الحقوقيه ان هي تقوم بعمليه الرصد والتوصيل، يتغير هذا الشكل، يحدث تعاطف مع سكان قطاع غزه. وده الحقيقه اللي استخدمته الجلسه المصريه في الامم المتحده، ونجحت بشكل كبير في عمليه الحشد لتضغط على الجانب على اسرائيل داخل المجلس الدولي لحقوق الانسان. وهنا كان السيد رئيس الجمهوريه في احد المؤتمرات الصحفيه كان له تصريح ذكي جدا، اكد على ضروره ان تتحرك المنظمات الحقوقيه بشكل سريع للقيام بعمليه الرصد والتنسيق حتى لا يتم طمس هذه الحقائق.